تخيل كده ان في اختلاف ما بين كل حد فينا والتاني في 5000 جين على الاقل. طب انت متخيل ان في دواء كل شغله بيعتمد على وجود جين معين؟ موضوعنا النهارده عن الفارماكوجينومكس. الفارماكوجينومكس هي دراسه بتوضح تاثير الجين على استجابه الشخص للدواء، بيجمع بشكل نسبي بين فارماكولوجي اللي هو علم الادويه وجينومكس اللي هو علم دراسه الجينات ووظائفها، وده لانتاج ادويه سيف وافكتيف وجرعات تتناسب مع التكوين الجيني للشخص. طب تعالوا نشوف أمثلة بتعتمد اعتماد كلي على العلم ده. أول حاجة هي الهيبارين اللي بيستخدم كأنتي أجيولان أو عشان يعمل سيولة عند الناس المعرضة لتجلط الدم. في إنزيم في الكبد اسمه فيتامين كي إيبوكسيد ريدوكتيز بينتج عوامل التجلط رقم 1 و2 و7 و9. الهيبارين بقى كل وظيفته إنه يضرب الإنزيم ده، وبالتالي مفيش عوامل تجلط هيتم إنتاجها. طب تخيل بقى إن الجين اللي بيصنع الإنزيم ده مش موجود، مهما تدي من هيبارين مش هيعمل حاجة. تاني حاجة هي الريكتس أو الكساح، أو بمعنى تاني إن عظم الطفل مش وصل له كالسيوم كويس. وطبعا عشان الكالسيوم يتم امتصاصه في العظام لازم يبقى معاه فيتامين دي، وللأسف في حالات كتير عندها فيتامين دي ريزيستنت، وده لأن الجين المسؤول عن تشغيل فيتامين دي مش موجود. تالت حاجة بقى، في دواء اسمه أيزونيازيد، وهو من الأدوية الكتيرة اللي الجسم بيتخلص منها عن طريق عملية بتحصل في الكبد اسمها استايليشن. ولو ان جينيتك فاريشن بين البشر على مستوى العالم بيحصل في الجينات المسؤولة عن العملية دي، وده بيخلي ان العملية يا اما تكون رابد سريعة فكده هتكسر الدواء بسرعة وهينتج كمية ويست كبيرة هتعملي ليفر دامج، او ان العملية تبقى بطيئة فكده الأذن يزيد يتراكم في الجسم. المشكلة ان الدواء ده شكله شبه فيتامين بي 6 المغذي للأعصاب، تراكم الدواء ده بيخليه يشتغل مكان فيتامين بي 6 على الأعصاب ويسبب في الآخر التهاب في الأعصاب. رابع حاجة، في العمليات بيضطروا يحقن المريض بمادة اسمها سكسنايل كولين عشان يعمل مصر ريلاكسيشن فيساعد الجراح لما يجي يعمل جرح معين. المادة دي بيشتغل منها 10% بس، أما 90% الباقيين بيتكسروا بإنزيم اسمه سودو كولين استريز. تخيل بقى إن المريض ما عندوش الجين المسؤول عن تصنيع الإنزيم ده. خامس حاجة، ودي حالة مشهورة جدا عند الأطفال، في إنزيم في جسمنا اسمه جي 6 بي دي، وده بيحافظ على عدم تحول هيموجلوبين الدم إلى هيموجلوبين متأكسد هو أميد HB. طب كده الهيموجلوبين هيتأكسد منين؟ احنا تقريبا معظم الأدوية اللي بناخدها بتحتوي على عوامل مؤكسدة، فممكن تكون هي نفسها العوامل المؤكسدة زي النيترات مثلا. سادس حاجة والأخيرة، ودي مشهورة جدا عند مرضى الكانسر، في أدوية مشهورة بتستخدم كأنتي كانسر اسمها بيورينيز. الأدوية دي في إنزيم في الجسم بيكسرها اسمه TMTD، والجين المسؤول عن إنتاجه بيبقى ناقص عند كل واحد من 300 شخص. غياب الإنزيم ده بيخلي البيورينيز بتسبب حاجة اسمها بون مارو ديبريشن. طب يا ترى مين اللي بيشتغل في مجال الفارماكوجينومكس ده؟ احنا قلنا ان دراسة بتوضح تأثير الجين على استجابة الشخص للدواء، وقت ما ذكرنا كلمة دواء يبقى اكيد الصيدلي اللي يدور فيها بحكم انه الدروج اكسبيرت او الخبير الاول للدواء. طب ايه هو هدف الصيدلي اللي شغال في المجال ده؟ 1- بيشوف الاسباب الجينية اللي مش بتخلي الدواء يشتغل. 2- يختار الدواء المناسب لكل مريض حسب تحليل جيناته عشان ما ياخدش دواء ملهوش لازمه. 3- بيعمل بدائل للناس اللي الدواء بيشتغلش معاهم. 4- ليه كمان دور تعليمي للناس اللي حواليه من القطاع الطبي او حتى الناس العاديه. في النهايه بقى، الفارماكوجينومكس بتبين قد ايه ان كل انسان مختلف عن التاني، وان في بعض الحالات بنضطر نعمل دواء المريض مخصوص ليه عشان يجيب نتيجه معاه.